نؤكد على حقيقة واحدة، وهو أن التعاون والأخوة المستمرة بين أبناء الشعب الكويتي في سبيل وطنهم وفي سبيل أرضهم قد نجحوا بصد الكثير ممن حاولوا أن يمسوا تراب هذا الوطن، أو حاولوا أو كانت لهم أطماع في هذا البلد. وفي التعاون المستمر وفي التآخي وفي إنكاء الذات سنصل دائما إلى هدفنا المنشود في الحفاظ على استقلال بلدنا وتراب بلدنا وأرض بلدنا.